طبعا في البداية حبينا نتوجه بالشكر إلى شركة البحرين للتسهيلات لاحتضانها وتدشينها لهذه النوع من الفعاليات. طبعا احنا انا جدا فخوره في كوني واحده من الرائدات اللي تم اختيارهم في هذا اليوم، واختيار واحب اقول ايضا ان اختيار اللي هو الثيم او الفكره الرئيسيه لهاي الايفنت اللي هو رائدات في نهضه البحرين يعني مصدر فخر حق كل بحرينيه، لان كل رائده فازت اليوم او الرائدات اللي ايضا كانوا موجودين شاركوا بشكل مباشر او غير مباشر من اجل النهوض في او شاركوا بشكل يعني كبير من اجل نهضه البحرين.